نحكي عليهم دغري. مثل ما عم نشوف اول شيء وزير الوزير جبران باسيل بين بالفيديو اونلاين بعد في شخص اللي ورا استاذ نقوله وفي هلا بالقزاز اذا عم اكيد المشاهدين عم يشوفوا بالريفلكشن لاحدى السيدات يلي فادت عم بتوشوش احد الاشخاص. من كانت هذه السيدة؟ كان في أربع سيدات اللي أنا شفتهم. كان في مستشارة بالإعلام وكان في البنت اللي بتشتغل بالتلفزيون البروديوسر. نعم. وكان في بنت الميك أب وبتصور أكتر حدا حطلي لقالي ميك أب. هلأ بشوف أنه كأنه عشفافي حطنلي حمرة يعني. لا يمكن هلأ من ورا بتصور على المرض لأنه كنت عم بعرق كل شوي يفوتوا يشيلولي العرق يعني. بس هول اللي كانوا النساء ما شفت غيرهم للأمانة يعني. كان في مستشارة إعلامية وبروديوسر البرنامج والميك أب. وهذا يدل على شيء كتير مهم. بدي أختم مع سؤال لحضراتكم. غياب المستشارة الأولى ما كانت موجودة. إيه لا ما كانت موجودة. غياب المستشارة الأولى سيدي ميراي. سيدة ميراي. نعم. طبعا الغياب اللي صار له عدة أيام كان لشقيقتها سيدة كلودين بدل أنه في المكنة اللي حوالين الرئيس ميشيل عون هي مكنة الأستاذ. طب إذا كانوا غايبين بكل هذه المرحلة تاني مؤتمر يلي كان عنده قبول لدى الرأي العام أي مؤتمر؟ مين ما كان موجود فيه؟ اي مؤتمر بتاني مؤتمر عمل اول مؤتمر اول خطاب اول مؤتمر كان كارثة عظيم. هذا شيء تاني خطاب برايك كمان ما كانت سيده كلودين والسيده ميراي بعرف انا ما لا حضرتك مطلع لا 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 فعلا ماني مطلع بس انا لما كلودين عم تاخذ مواقف معارضه عمليا يعني بمحلات كثير عم تويت تبعها لكن كل ما يتناهى بدي اخطب معكم كل ما يتناهى نعم. الى مسامعنا هو انه نعم. في استبعاد لكل الفريق الاخر بلد. وهناك امساك واطباق على رئاسه الجمهوريه من الأستاذ جبران باسيل ومجموعته من القاضي سليم جرايصاتي تفضل قال لي ما سألت السؤال الأهم. السؤال الأهم ما هو السؤال الأهم؟ أول شيء اسمح لي فقط بشكل بس اسمح لي بشعور شخصي تفضل بدي عزي أهالي الشهيدين على علاء وحسن نعم لأنه فعلا هو الشهداء الثورة أو شهداء أكيد. الثورة أكيد وبدي شد على سين العطار وعلى سين العطار نعم ايه وبدي شد على ايد كل الناس نعم. اللي عم يتظاهروا ليغيروا هالنظام البالي اللي عنا وعم يحاربوا الفساد وبرافو عليهم ولازم يضلوا مكملين حتى يتحقق كل المطالب. بس كمان بدي قلت لك ما سألت السؤال الأهم جربت أسأل هل الرئيس بعد اللقاء ندم على ما قال وهل المحيطين فيه قالوا شيء بعد اللقاء؟ تعرف ليه ما سألته؟ لأنه ممكن يكون بلحظتها ما ندم وما منعرف بعدين كيف ما رح إذا ندم ولا تفضل دينا الإجابة هل ندم ولا لا؟ سألني برأيك هل ندم ولا لا؟ شو لمست حضرتك؟ أنا برأيي الرئيس اعتبر أنه حكي بصراحة تامة وقال ما يفكر به لأنه رجعنا حكينا بعدين وأنه رح أقول لك سر جبران باسيل بتصور ورفيق الأستاذ رفيق كمان أشاروا للنقطة التي أشار إليها الناس وبعدين رجعوا تذكروا أنه شو حكي بعدها أنه هو قال أنه يطلعوا من البلد أو يفلوا شو قال يهاجروا وإذا مش متحمليني أنا كمان بفل مزبوط ايه؟ شوفوا تاريخي وأنا فصار في نقاش بيننا كلنا نحن واقفين وكان الأستاذ نقوله موجود أنه هل نقالت غلط ولا نقالت طلعت ولا كذا بتصور كمان كان عندهم هاي نفس الملاحظة اللي صارت عند الناس يعني. نعم شكرا. شو كان الرد لما سألته الرئيس؟ ايه شو كان الرد لما شوف الرئيس قال صراحة قال أنا سامي أنت بتعرفني أنا حكيت اللي بفكر فيه تماما أنا مع مطالب الناس بس حاجي حملوني لإلي وحدي المسؤولية ما حدا بيقبل أنه يتحمل وحده في مجموعة بالبلد لازم تحمل مسؤوليتها بشكل نعم. عام هيك كان